عناوين الأخبار. برنامج لتهذيب 78 حي شعبي ومشاريع جديدة في ولاية الكف. أول مدينة نموذجية إيكولوجية بالقصرين. أهم المشاريع المبرمجة لـ 2016-2020 للوكالة العقارية للسكنة. المهدية مشروع لتركيز محطة عائمة سياحية. إجراءات لفائدة القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي. مطار أبوظبي الدولي أحد أكثر التصاميم المعمارية إثارة للأعجاب. مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية، تفاصيل الأخبار. برنامج لتهذيب 78 حي شعبي ومشاريع جديدة في ولاية الكاف. أفاد المدير الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف بأن الوكالة تقوم حاليا بتنفيذ 78 مشروع تتصل بتهذيب وتجديد الأحياء الشعبية بولاية الكاف باستثمارات جملية تقدر ب 52.5 مليون دينار، وتساهم في تمويل المشاريع المبرمجة والجاري تنفيذها كل من ميزانية الدولة والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. وتعد الوكالة حاليا برنامجا لتهذيب وإدماج عدد من الأحياء السكنية، وذلك في إطار المخطط التنموي 2016-2020. أول مدينة نموذجية إيكولوجية بالقصرين. انعقدت في 6 أوت الجاري جلسة عمل بولاية القصرين، أشرف عليها رئيس النيابة الخصوصية بالجهة والوكالة العقارية للسكنة ووزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية وديوان الأراضي الدولية. أسفرت عن موافقة الوكالة العقارية للسكنة على تخصيص 300 هكتار على الطريق الحزامية لمدينة القصرين تسمى منطقة التدخل، لإنجاز أول مدينة نموذجية إيكولوجية بتونس ستحتوي على عديد المرافق والفضاءات. أهم المشاريع المبرمجة لـ 2016-2020 للوكالة العقارية للسكنة. أعلنت الوكالة العقارية للسكنة عن آخر المستجدات في القائمة المبرمجة لأحداث تقاسيم سكنية على كامل تراب الجمهورية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه القائمة في الموقع الرسمي للوكالة الوارد أسفل الشاشة www.ifh.net.tn. المهدية مشروع لتركيز محطة عائمة سياحية بكلفة 2.5 مليون دينار. تحت إشراف الهيئة المحلية والأوروبية لمشروع السياحة المستدامة وبحضور خبراء عالميين، انتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية يوم عمل في نطاق مشروع التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط، حيث أكدت رئيسة المشروع أن هذه الندوة التي انتظمت تحت عنوان السياحة المستدامة بالمتوسط تهدف إلى النهوض بالسياحة المستدامة في عدة مناطق متوسطية من ضمنها جهة المهدية. كما أكدت أنه تقرر أحداث مشروع محطة عائمة في شهر سبتمبر المقبل في المهدية بكلفة 2.5 مليون دينار، ويعتبر هذا المشروع الأول في تونس. إجراءات لفائدة القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي. أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي رقيق في تصريح إعلامي أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذت لفائدة القطاع السياحي ستشمل كذلك كل القطاعات التي لها صلة بالقطاع السياحي، وخاصة منها الصناعات التقليدية ووكالة الأسفار. وأعربت عن الأمل في أن يتوصل القطاع السياحي إلى تجاوز الأزمة التي يمر بها، وأن يتمكن من التخفيف من حدة الأزمة بفضل السياحة الداخلية التي تنتعش في نهاية الأسبوع وبفضل سياحة الجوار. مطار أبوظبي الدولي أحد أكثر التصاميم المعمارية إثارة للأعجاب. خلال السنوات القليلة المقبلة تتوقع شركة أبوظبي للمطارات بأن يقوم 20 مليون مسافر باستخدام مطار أبوظبي الدولي كمطار رئيسي لتنقلاتهم ووجهاتهم، أو كنقطة عبور لرحلاتهم المحلية والدولية. وقد وقعت شركة أبوظبي للمطارات عقدا مع شركتي أرابتك وسي سي سي بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي، وذلك لتوسيع أو لإنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد في مطار أبوظبي الدولي ليكون قادرا على تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للجميع
وليصبح بمساحة 700,000 متر مربع. ومن المنتظر أن يكون هذا المطار الأكبر من نوعه في إمارة أبوظبي وأحد أكثر التصاميم المعمارية إثارة للأعجاب في المنطقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا العقارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.